السلام عليكم البنات متتبعي قناه هوات صفاء. اليوم جبت لكم حلوه الجنجلان، كتجي رائعه وسهله ومقادير بسيطه. فهاد الحلوه كنحتاجو غرفيه نتاع الجنجلان غير محمص، يعني ما نحمروه ما والو، غير نقيوه، نصف غرفيه نتاع الدقيق، صفار بيضه، وكنجمعوا هاد العجينه بماء الزهر وما كنجريوهاش، كتكون عجينه قاسحه. تبعوا معايا. اول حاجه كنديروها كنديروا الجنجلان، من بعد كنضيفو عليه الدقيق. هاد الحلوة بسيطة وكتجي هائلة مقرمشة. كنمزجوهم مع بعضياتهم مزيان. كنضيفو صفار بيضة تقدر توجد، يعني كتوجد فيه الساعة في الحين، ما كتاخدش وقت كبير في التحضير ديالها. ثم تقدروا تضعفوا المقادير، هاد المقادير تقريبا يعطوكم واحد 30 بليغة كما نقولوا لها انا بليغة. وكنعجنوها بالماء الزهر كما قلت لكم، ما كتجي جارية بزاف، من الاحسن عاد يعني الا كنتي غير بوحدك هكا كتخدمي كتروني غير بشويه، يعني كتجبدي شويه نتاع الدقيق والجنجلان وكتخلطيه بشويه ما زهر، وكتخلي الاخر حتى كتسالي هذاك كترشميه، عاد كترجعي ديري ما زهر الاخر باش ما يعذبكش، ما تعذبكش العجينه شويه كتعذب، حيت خصها من تكون العجينه قاسحه شويه وهاد العجينه ضروري تكون قاسحه. بعد ما جمعت العجينه كما كتشوفوها هي قاسحه، الان غادي نورقها، نورق غير شويه، كنورقو غير باللاتي حيت كي يتفتت لنا، وكنرشموه برشام دائري حتى كنديروا دوائر، ما نرقوهاش بزاف باش ما تقطعناش، وما نغلطوهاش بزاف تجينا الحلوه ديالنا خشينه، لا كنديروا لها شويه شويه، نصف نصف كما كتشوفوا معايا هكا. غادي نكمل بهاد الطريقة، وما كتخليوش الحلوة ديالكم هكا في الساعة، غادي تطويوها كيما نوريكم بحال هكا، من ديروا ثلاثة نتاع الحبيبات ولا أربعة كتطوي لكم باش ما تنشف لكم شي، الا نشفت لكم الحلوة ما غاديش تقدروا تطويوها، ما غاديش تقدروا ديروا لها الشكل كيما كتشوفوا. كتشدوا الحلوة وكتقرصوها في الوسط بهذا الشكل باش كتعطينا هذا الشكل. صافي، هذه هي الطريقه بسيطه وسهله، وكما كتحتاج وقت طويل كما قلت لكم، ما تبطوش عليها فكم، ما تشكلوا شي دائره تم قرصوها باش ما تعذبكمش. الان غادي نمروا باش نقليوها. كاع البليغات اللي عندي كنوجد الزيت كنسخن، وكندير البليغات ديالي تقلاو، بعد ما يتقلاو ويحمروا من الجهتين كنحيدوهم وكنديروهم في العسل كما اي حلوه اللي كتقلى، كنديروهم في العسل وكنقطروهم. كتجي رائعه ومقرمشه ولذيذه، نتمنى تجربوها وتردوا عليا، وما تنساوش الاشتراك في القناه وكذلك التعليقات ديالكم. من الاحسن تعسلوها وهي سخونه، يعني يمكن تحيدوها كتوجدوا كتكونوا موجودين كديروها في العسل باش يدخل معها مزيان.
انا هنا كاع قد خليت الحلوه ديالي حتى قطرت مزيان، وجدت شويه نتاع الشيكولا البيضاء، وكذلك عندي شويه نتاع اللوز تقدروا تعوضوه بالكاكاو. انا الشيكولا البيضاء درت لها واحد الكورني بالبابيي نتاع الكوزينه، نتوما بغيتوا ديروا بالملعقه اكتفيوا بالملعقه صافي. كتوجدوا اللوز ديالكم وكديروا في الوسط كديروا الشوكولات في الوسط نتاع، من الاحسن انا عاد راه عندي شويه دايبه غادي نخليها تقال، الاحسن تكون الشوكولات البيضاء ثقيله باش ما تسيحناش. كنديروا من الجهتين، كنديروا الشوكولات الابيض وكنديروا اللوز، يا اما كتقسموا اللوز على اثنان ولا على حسب اللي كتوفروا. غادي نكمل كاع نوريها لكم في الطبق النهائي. ها هي الحلوه ديالنا وجدات، كما كتشوفوا كتجي رائعه. نتمنى تجربوها، وعيد مبارك سعيد، وكل عام وانتم بالف خير. شكرا لكم على المسانده وعلى الثقه ديالكم فيا، والى اللقاء.